رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والديه والحاضرين والمسلمين. قال الإمام الخلال رحمه الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في كتاب السنة، قال باب الرد على المرجئة في الاستثناء في الإيمان. الله أكبر. نعم. قال رحمه الله أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال سألت أبا عبد الله رحمه الله عن الاستثناء في الإيمان، فقال رحمه الله نعم، الاستثناء على غير معنى شك مخافة واحتياطا للعمل، وقد استثنى ابن مسعود وغيره رضي الله عنه ومذهب الثوري رحمه الله. نعم الاستثناء. نعم طب أكمل الجزئية. ماشي. قال لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله، وقال صلى الله عليه وسلم في البقيع عليه يبعث إن شاء الله. شفاكم الله وعافاكم. هنا أقول الاستثناء في الإيمان وأن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، نعم، ولا يقطع نفسي بالإيمان ولا يزكي نفسه للناس في هذه المسألة. أقول ثلاثة، الأول وجوب الاستثناء وهو قول القاضي أبي علم، أخذوا بذلك أنه لو جاز القطع بالإيمان لكان ذلك قطعا بالجنة، ولا يقطع بالجنة لأحد من اعتقاد أهل السنة والجماعة، وقد قال الله تعالى ولا تزكوا أنفسكم. والثاني تحريم الاستثناء وهو قول المرجئة. شوف قولان متضادان. الحمد لله وشكر الله، الحمد لله، رضي الله عنك يا هاجر أنت نبيلة. قال تحريم الاستثناء وهو قول المرجئة والجهمية ومنافقهم في القول يجعل الإيمان شيئا واحدا، ومن استثنى فقد شك في إيماني والشك في الإيمان كفر. الثالث تجويز الاستثناء باعتبار وضعه، باعتبار أنه ينظر إليه على إذا نظر إلى المآل استثنى، لأنه لا يعلم الخواتيم، وإذا نظر إلى نفسه مزكيا فلا فيستثني، لأن الله تعالى قال ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. نعم. نعم. وقال رحمه الله أخبرني حرب بن إسماعيل قال سمعت أحمد رحمه الله يقول في التسليم على أهل القبور أنه قال وإن إن شاء الله بكم لاحقون. قال رحمه الله هذا حجة في الاستثناء في الإيمان، لأنه لا بد من لحوقهم ليس فيه شك. وقال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، قال وهذه حجة أيضا لأنه لا بد داخله. الله أكبر. هذا إسناد صحيح. وقال وأخبرني حرب قال سئل أحمد رحمه الله ما تقول في الاستثناء بالإيمان، قال نحن نذهب إليه، قيل الرجل يقول أنا مؤمن إن شاء الله، قال نعم. نعم هذا إسناد صحيح أيضا. قال وأخبرنا أبو بكر المروذي وأبو داود السجستاني، قال أبو بكر حدثنا أبو عبد الله، وقال أبو داود السجستاني سمعت أبو عبد الله. والله يا سعد الناس. قال رحمه الله سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول ما أدركت أحد من أصحابنا ولا بلغنا إلا على الاستثناء. نعم. وقال رحمه الله أخبرنا هو إسناد صحيح أيضا. أن إسحاق حدثهم قال أبو عبد الله رحمه الله سمعت يحيى بن سعيد رحمه الله يقول ما أدركت أحد من أصحابنا لا ابن عون ولا غيره إلا هم يستثنون في الإيمان. نعم. وقال رحمه الله أخبرني محمد بن أبي هارون أن حبيش بن هذا إسناد صحيح أيضا. السنة دي حدثتهم في هذه المسألة. قال أبو عبد الله رحمه الله قول النبي صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر فقال صلى الله عليه وسلم وإن إن شاء الله بكم لاحقون، وقد نعيت إليه نفسه وعلم أنه صائر إلى الموت. قال وفي قصة صاحب القبر عليه حييت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله. قال وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن اختبأت دعوتي وهي نائية إن شاء الله من لا يشرك به شيء. وهذا واقع 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 واقع. قال وفي مسألة الرجل النبي صلى الله عليه وسلم أحدنا يصبح جنبا يصوم، فقال صلى الله عليه وسلم إني لأفعل ذلك ثم أصوم، فقال إنك لست مثلنا، أنت قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فقال صلى الله عليه وسلم والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، قال وهذا كثير وأشباهه على اليقين. قال ودخل عليه شيخ فسأله عن الإيمان فقال قول وعمل، فقال له يزيد، فقال يزيد وينقص، فقال له أقول مؤمن إن شاء الله، قال نعم، فقال له إنهم يقولون لي إنك شاك، قال بئس ما قالوا. قال ثم خرج فقال رحم الله ردوه، فقال أليس يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، قال نعم، قال هؤلاء مستثنون. قال له كيف يا أبا عبد الله، قال قل لهم زعمتم أن الإيمان قول وعمل فالقول قد أتيتم به وعمل فلم تأتوا به، فهذا الاستثناء لهذا العمل. فقيل له فيستثنى في الإيمان، قال نعم، أقول أنا مؤمن إن شاء الله، أستثني على اليقين لا على الشك. ثم قال الله عز وجل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله وآمنين،
فقد علم تبارك وتعالى انه دون المسجد الحرام. قال رحمه الله: اخبرني محمد بن علي قال حدثنا الاثرم قال حدثنا ابو عبد الله بحديث عائشه رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: اني لارجو ان اكون اخشاكم لله. فقال رحمه الله: هذا ايضا ارجو، اي هو حجه في الاستثناء في الايمان، اي انه قد قال ارجو وهو اخشاهم صلى الله عليه وسلم. وقال رحمه الله: اخبرني محمد بن الحسين ان الفضل حدثهم قال سمعت ابا عبد الله رحمه الله يعجبه الاستثناء في الايمان، فقال له رجل. قال: واخبرنا سليمان بن الاشعث قال سمعت ابا عبد الله رحمه الله قال له رجل قال: هذا لفظ سليمان وهو اتم. قيل لي، قال رجل: قيل لي: امؤمن انت؟ قلت: نعم. هل علي في ذلك شيء؟ هل الناس الا مؤمن وكافر؟ قال: فغضب احمد رحمه الله وقال: هذا كلام الارجاء. قال الله عز وجل: واخرون مرجون لامر الله اما يعذبهم واما يتوب عليهم، من هؤلاء؟ ثم قال احمد رحمه الله: اليس الايمان قولا وعملا؟ قال رجل: بلى. قال: فجئنا بالقول؟ قال: نعم. قال: فجئنا بالعمل؟ قال: لا. قال: فكيف تعيب ان يقول ان شاء الله ويستثني؟ اذا نقف عند هذه. واراد هنا احمد ان يبين الفرق البون الشاسع والفرق الواسع بين المرجئة وبين أهل السنة والجماعة، وأهل السنة والجماعة يقولون إذا قلنا الإيمان قول وعمل، وهل أحد أتى بالعمل على وجهه؟ وهل هو أتى بكلية العمل المطلوب؟ هل يكون الإيمان حقا لمن قصر في ذلك أن يكون إيمانا كاملا أم لا؟ الحقيقة في هذه المسألة كما قلت بأن المرجئة يرون أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، يرون أن الإيمان ثابت وإيمان أحد الناس كإيمان جبريل، لذلك ليس عندهم مسألة الاستثناء ولا المآل ولا يرون يعني مسألة التزكية للنفس. قلت لك ويرى إيمانك إيمان جبريل، والمعاصي عنده لا تضر أصلا، لأنه يرى أن الإيمان لا يزيد بالطاعات ولا ينقص بالمعاصي، فالمعصية لا تضر عنده بعد هذا. فأقول إخوتي الكرام، فالمرجئة هنا أساءت إساءة عظيمة جدا في مسألة الاستثناء، لأنهم يرون أن من قال بذلك شكاك. وقلت قبل ذلك أنهم قالوا بأن الحنفية له أن يتزوج الشافعية، الحنفي له أن يتزوج الشافعية قياسا على أهل الكتاب، قياسا على أهل الكتاب. نعم. فأقول إخوتي الكرام، الاستثناء هم يقولون بأن الاستثناء شك، وهذا خطأ بين وليس شكا، لذلك قالوا بوجوب الاستثناء، والصحيح الراجح في هذا الباب، ولا أيضا نقول بوجوب، قالوا بحرمة الاستثناء، ولا نقول كما قال القاضي أبي يعلى بوجوبه، بل نقول إذا نظر للمآل قال به، وإن لم ينظر للمآل، إذا نظر المآل أو نظر للتزكية قال بالاستثناء، وإذا سئل على الشك قال بالجزم أنا مؤمن. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.